السلام عليكم سنة رابعة، ده الفيديو ال18 وهيبقى فاضل لنا 19 وال20. فاضل لنا احنا اخر مرة اتكلمنا كنا بنتكلم في شابتر 13 اللي هو الايكويتي فالويشن، شابتر صغير قوي، وقلنا ازاي بنعمل فالويشن للستوكس اللي عندي. احنا خدنا اربع طرق تقريبا. الطريقه الاولى كان اسمها الاكسبكتد هولدنج بيريود ريتيرن، بتقارنها بالريكوايرد ريت اوف ريتيرن وريكوايرد ريت اوف ريتيرن، كل واحده فيهم قانون. طبعا قانون الاتش بي ار اللي كنا بناخده في الاول خالص زودنا عليه ايه، تمام، وخدنا القانون بتاع الكي اللي هو الريكوايرد ريت اوف ريتيرن اللي هو القانون بتاع الكابم بتاع الريسك فريز بلس بيتا في الاكسبكتد ريتيرن بتاع الماركت بورتفوليو ماينس الريسك فري. الطريقه الثانيه اللي اتكلمنا فيها ازاي نحسب الانترنزك فاليو او الفي نوت او الفير فاليو او البريزنت فاليو، كل الاسامي دي لازم تكون حافظها، وبنقارنها بحاجه اسمها الدي دي ام، انا اسف، بنقارنها بحاجه اسمها الماركت برايس. الطريقه الثالثه اللي خدناها مع بعض خدنا حاجه اسمها الدي دي ام او الديفيدند ديسكاونت موديل، وقلنا ان الديفيدند ديسكاونت موديل ان احنا عندنا ثلاث طرق جواه، والدكتوره هي اللي بتقول هنحل بانه طريقه. ان انا يبقى عندي الزيرو جروس ريت او جروس موديل او نو جروس موديل، خلاص يعني الديفيدند ثابته، وبعد كده بيبقى عندي كونستنت جروس موديل يعني الديفيدنس بتزيد بمعدل معين، وشفنا تمارين على الكلام ده. وخدنا اهم طريقه فيهم في الثلاثه، الطريقه اللي هي بتاعت المالتي ستيج جروس ريت موديل، وحلينا عليها تمرين وقلت لك القوانين تكتبها ازاي، وكنت بمليك في الفيديوز، والفيديوز مهمه قوي عشان تكتب القوانين ورايا. وخدنا تمارين على الطريقه دي، فاضل لي طريقه واحده بس، اخر طريقه في الشابتر ده هتاخد مني 3 دقائق. الطريقه اللي اسمها ايه، حاجه اسمها البرايس ايرنينج ريشيو، حاجه يا اولاد اسمها البرايس ايرنينج ريشيو، دي موجوده في بارت 12 او في بارت 11، تمام، في صفحه 108. البرايس ايرنينج ريشيو في صفحه 108. في البرايس ايرنينج ريشيو بتحسب حاجه اسمها البي باك سلاش اي او بي اوفر اي البرايس ايرنينج، وبتحسبها عندك طريقتين، يا اما يقول لك نو اكسبكتد، تمام، جروس ريت يعني مفيش جروس ريت، يعني زيرو جروس ريت زي ما كنا بنقول في الدي دي ام، برضو في البي اي او البرايس ايرنينج ريشيو مفيش جروس ريت، ساعتها بتحسب لي، سيبك من القوانين اللي في الورق وركز في القانون اللي انا كاتبه في دي، بي نوت على اي 1 يعني اللي هي البي اي ريشيو، البرايس ايرنينج ريشيو بتساوي 1 على كي، 1 على كي بس، مين 1؟ مالكش دعوه 1 دي ايه، بس كي هو required rate of return اللي خدنا قانونه قبل كده، واعتقد ان كنتوا ذاكرتوه. نشوف تمرين، في تمرين على الكلام ده، دي اول طريقه. الطريقه الثانيه ان يبقى عندك حاجه اسمها constant gross rate، constant gross rate يعني دي gross rate في التمرين، او gross rate يبقى له قيمه غير الزيرو. الجروس ريت ما تنساش انا قلت لك قبل كده ان ممكن يبقى بوزيتيف وممكن يبقى نيجاتيف، يعني يديك في التمرين جي، تمام، شكرا. طب هنا بقى يا فندم بيقول لي التمرين الاول، هنا التمرين الاول بيقول لك اسيوم ذات اي نو ايكوال 2.5، الاي دي الايرنينجز، جميل، والجي ايكوال 0 والكي ايكوال 12.5%، مديك الكي برضه ريكوايرد ريت اوف ريتيرن. What is the fair value and ال PE ratio؟ عايز ال PE ratio على طول، ال PE ratio، ال PE ratio بتساوي 1 over K، يعني 1 over 12.5%، هتطلع معايا 8، يعني ده الفير فاليو بتاعه، خلاص؟ ده كده قيمته المفروض العادلة 8، خلص الكلام ده. الطريقة الثانية اللي هي وآخر حاجة في شابتر 13 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت عندك، لو عندك constant gross rate يبقى ال B backslash E او B over E بتساوي ايه يا فندم؟ فوق 1 minus B. شوف احنا في قانون اهو مالكش دعوه بيه خالص. القوانين بتبقى مكتوبه في السلايد دي وما بتحلش بيها اساسا، امتحان الكترونيك، مش هتقول لك اكتب لي القانون، انت هتحل. يعني الكمبيوتر هو اللي هيصحح. فخد القانون الاسهل، استخدم القانون ده على طول. B نوت E over E1 اللي هي B E ratio أو price earning ratio،
هنا بتساوي ايه يا فندم الكلام ده؟ بتساوي 1 اوفر بي على كي ماينس جي، على كي ماينس جي. طب انت مستر مش كاتبها كده، ما هو يا ابني جي مش موجوده، فانا رحت كاتب بي اللي هي الريتنشن ريشيو، البلو اب ريشيو لو انت فاكر، خلاص، او البلو باك ريشيو، وادي ار او اي اللي هي الريتيرن اون ايكويتي. الحاجات دي قلناها يمكن في البارت اللي فات او في الفيديو اللي فات، في نفس البارت بس في الفيديو اللي فات. يبقى انت 1 ماينس بي على كي ماينس جي، يعني انا ممكن اكتب القانون هنا 1 ماينس بي، مين البي؟ الريتنشن ريشيو او البلو باك ريشيو، او 1 ماينس ديفيدند باي اوت ريشيو، خلاص، يعني نسبه الارباح المحتجزه، خلاص، على كي ماينس جي. اداك جي خير وبركه، ما اداكش احنا اتعلمنا ازاي نحسب جي في الفيديو اللي فات وفي نفس البارت ده. في تمرين على الكلام ده بيقول لك جيفن ذات ريتنشن ريشيو 60%، اداك البي، والار او اي 15%، اداك الار او اي، اند ريكوايرد ريت اوف ريتيرن 12.5%، وات از بي اي ريشيو؟ طيب يبقى هنا هتبقى 1 ماينس بي، يعني 1 ماينس 16% على كي. الكي هنا كانت بكام؟ الكي كانت 12.5 ماينس البي في الار او اي اللي هي 0.6 تايمز ال 15%، واجيب البي اي ريشيو او ال 11، هتطلع 11.4. خلي بالك تحل كده او تحل كده، اداك الجي، اديني كتبت لك كي ماينس جي، اكتب القانون ده لنفسك في الورق. خلص بارت 11 في ورقنا، وخلص شابتر 30 في منهجنا، خلاص خلص الكلام ده. طيب تعالى معايا بقى ايه؟ طب بارت 12 ايه؟ بارت 12 دي اسئله، عشان كان البارت بتاع 11 ما يكبرش، 7-8 ورقات اسئله مالتيبل تشويس وكيس بروبلمز على شابتر كام؟ على شابتر 30. هنبتدي دلوقتي، رجاء بقى حضرتك دلوقتي تبقى ماسك ورقه وقلم وانا بتكلم. رجاء وانا بتكلم هحكي لك حدوته كده كبيره، والشابتر وهحكيها تاني في الريفيجن لما راجع على الشابتر ده. الشابتر ده اخر شابتر عندك. الدكتوره شرحت الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي وفي الفيديو اللي جاي وفي الفيديو اللي بعده في محاضرتين اونلاين، كل محاضره ساعه وثلث، فانا لما اشرحه لك في فيديوهين تمام، يبقى انا او ثلاث فيديوهات، يبقى انا بشرحه لك في ساعه ونص. التمارين الشابتر ده شابتر اسمه شابتر حاجه اسمها شابتر 15، ما بيعملش الكلام اللي جاي ده غير صيع 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 البورصه، اقوى ناس في البورصات العالميه اللي يعملوا الكلام اللي جاي ده، خلاص. السنه اللي فاتت على ما افتكر ما خانتنيش ذاكرتي، كان في 2 مالتيبل تشويس على الشابتر ده، يعني بيجي لان هو حتتين موضوعين، فلازم تتسال هنا وتتسال هنا. الشابتر ده اسمه ايه يا فندم؟ حاجه اسمها الاوبشن، حاجه اسمها الاوبشن كونتراكت. يعني ايه اوبشن كونتراكت؟ عقود البيع الاختياريه، عقود البيع الاختياريه، وده بالبلدي لازم يكون فيه انفستور وفيه انفستور. افترضنا ان ده مثلا الاولاني عماد وان التاني طلاس، اهو حبايبي الاثنين عندي 2 انفستور وبينهم بروكر، والاثنين دول صيع 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 وبيتفق، مش صيع يعني اخلاقا، يعني شاطرين قوي 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 كانفستورز، ما يعملش الكلام ده العبيط ابدا ابدا، لا يجرؤ العبيط انه يعمل الكلام ده. الكلام اللي انا هقوله لك ده تكتبه، عشان في شويه ترمينولوجيز ممكن حضرتك تتسال فيها ترم، جزء ده في جزء نظري وهكتب لك كلام لازم تكتبه. البارت 13 مش معايا للاسف دلوقتي، بس انا فاتحه على اللابتوب قدامي اهو، تمام. الكلام ده مش هتفهم الشابتر خالص، الشابتر ده كارثه بالنسبه للناس اللي بتذاكر من ورق اي حد. لازم تسمع شرحه ولازم تكتب ورا اللي بيشرحه عشان تعرف. انا بكلمك عن خبرتي السابقه، انا من ايام ما كنت قدك، بيتفقوا على حاجه في الفيوتشر في المستقبل، جميل. لازم الانفستور الاولاني اللي احنا اتفقنا ان احنا نسميه عماد يبقى اكسبكتنج ان في ستوك معين ده انكريز ان ذا فيوتشر. لو في ستوك مثلا بتاع اي شركه،
عماد سعر الستاك النهارده كام؟ مثلا ستاك اسمه ايه مثلا؟ شركة ايه؟ سعره النهارده 100 دولار. عماد اكسبكتنج ان السعر يبقى في الفيوتشر يزيد. مثلا يبقى 110 دولار. وطلال اكسبكتنج نفس القصه نفس الستوك ان الستوك ديكريز تو فول داون يقع يبقى مثلا 80 دولار. انا ما رضيتش اقول 90 دولار عشان ما حدش فيكم يظن ان ده بيكسبكت 110 يبقى ده 90، لا خالص. يبقى لازم اتنين انفستورز واحد فيهم يبقى عنده اكسبكتيشن ان في سعر هيعلى، واحد يبقى عنده اكسبكتيشن ان في سعر هيقل. من اول هنا في حتتين في الشابتر، حاجة اسمها كول اوبشن وحاجة اسمها بوت اوبشن. حاجة اسمها كول اوبشن، جميل، وحاجة اسمها بوت اوبشن. انا دلوقتي هشرح لك الكول اوبشن بالبلدي، ذاكرتها الفيديو اللي جاي ان شاء الله ربنا يقدرنا اقول البوت اوبشن. الفيديو اللي بعده باذن الله الثالث والاخير اقول الهيدج ريشيو. خلاص تعالى بقى يا باشا اسمعني الله يسترك. كول اوبشن عماد في ستوك معين النهارده كام مثلا؟ النهارده كام في تاريخ ربنا؟ النهارده مثلا 10/7. متخيل عماد، متخيل ان يوم 1/10 الستوك اللي قيمته 100 دولار هتبقى 110. ونفس الوقت طلال رايه ان الستوك اللي قيمته 100 دولار هيبقى يوم 1/10 قيمته 80 دولار. خلاص يا اولاد شكرا. واحد اكسبكتنج ان هاي ان البرايس انكريز، واحد اكسبكتنج ان البرايس فول داون او ديكريز. وفي بينهم بروكر عرفهم على بعض. لاحظ ان عماد معهوش ولا ستاك من الايه ده خالص. عماد ده زلنطحي معهوش حاجه. ونفس القصه طلال زلنطحي معهوش حاجه. الاثنين ما بقول لك الاثنين صيع. دايما في الكول اوبشن اللي عنده اكسبكتيشن ان السعر هيقل هيكتب كونتراكت. يبقى مين اللي بيكتب الكونتراكت؟ اللي عنده اكسبكتيشن ان السعر يقل. انا مش قادر اعيد وازيد، انا مش في حصه هقعد معاكم 3 ساعات، انا في فيديو والابلود بيدوخني. يبقى في الكول اوبشن مين اللي بيكتب العقد؟ اللي عنده اكسبكتيشن ان السعر هيقل. يبقى طلال هيكتب كونتراكت، هيكتب، يبقى هو الرايتر. يقول ايه؟ ان شاء الله انا هبيع لعماد 100 استاك يوم 1/10، 100 استاك يوم 1/10، يوم 1/10 بسعر 100 دولار. هيستفيد ايه طلال؟ هيستفيد كتير. طلال شايف ان يوم 1/10 السعر هيبقى 80، هيروح يجيب من ابو 80 يبيعه لعماد ب 100. شكرا. وعماد هيستفيد ايه؟ البراي الستوك اللي بقى ب 110 هياخده من طلال ب 100 ويبيعه ب 110. شكرا. حلو قوي. كتبنا. مين هيمضي؟ طلال. يعني ايه؟ اللي اكسبكتنج ان السعر يقل. يبقى طلال ويل ساين ذا كونتراكت، عماد ملوش دعوه. يبقى اللي في الكول اوبشن ده عقد بيع عقد شراء اسهم مؤجل في المستقبل. واحد رايتر اكسبكتنج ان السعر يقل، وواحد اكسبكتنج ان السعر يزيد. قلنا طلال الاكسبكتنج ان سعره يقل هيكتب عقد العماد ويمضي عليه انه هيبيع 100 ستوك يوم 1/10 بسعر 100 دولار لعماد.
طلال استفادته ايه؟ ان يوم 1/10 هو شايف ان البرايس هيبقى 80، ياخد من ابوه 80 ويبيع لابو 100 ب 100 ويكسب الفرق. عماد استفاد ايه؟ ان هو شايف ان البرايس بتاع الستوك يوم 1/10 هيبقى 110، هياخد من ابو 100، هياخد ب 100 وينزل يبيعه بعدها بدقيقه في البورصه ب 110. شكرا. يوم 1/10 ده يوم تنفيذ العقد، اسمه expiration date. حلو. هنا بقى خد حتة هتجيلك في النظري وهفكرك. في نوعين من العقود، في European contracts الحته دي بتتسال فيها النظر يا ولاد. الاوروبيان كونتراكتس ده تقول لك الحدوته دي كلها تتنفذ ات، الاكسبيريشن ديت اونلي، تتنفذ يوم العقد بس. يعني العقد ده فاليد 1 day. وفي نوع تاني من العقود بيتعمل في وول ستريت اسمه الامريكان كونتراكت. الامريكان بيقول لك ات اكسبيريشن ديت اور اني ديت بيفور. يبقى الاثنين دول لو متفقين، امريكان كونتراكت احنا اتفقنا النهارده 10/7، يبقى من يوم 10/7 لحد يوم 1/10 العقد ده ممكن يتنفذ في اي يوم. الاثنين دول لو متفقين يوروبيان كونتراكت يبقى من يوم، يعني مفيش، هو يوم 1/10 بس. شكرا. اتفقوا على السعر كام؟ 100. السعر ال 100 ده بيسموه تمام حاجه اسمها اكسرسايز. برايس او سترايك برايس. شكرا. مين كسبان؟ عماد شايف انه كسبان وطلال شايف انه كسبان، بس عماد قلقان من طلال. طلال كاتب الورقه على نفسه وشايلها معاه، فعماد يعرض عماد يشتري العقد من طلال. يعني يشتري؟ يعني لا 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 لا، ياخد الورقه من طلال. يشتري؟ يشتري. يبقى عماد يتسمى باير، والعقد هيفضل معاه بعد ما اشتراه من طلال، يبقى يتقال عليه هولدر. وطلال اللي كنا بنقول عليه رايتر للعقد، باع العقد، يبقى طلال يتقال عليه سيلر. استنى استنى، دي عايزه ورقه بيضه كده على جنب كده عشان اقول. يبقى في باير للعقد اللي هو هولدر العقد، دعمات اللي كان اكسبكتنج ان السعر يزيد، وفي رايتر للعقد ومضى عليه وبعد كده باع العقد، يبقى سيلر للعقد ده طلال اللي كان اكسبكتنج ان السعر يقل. شكرا. ويوم تنفيذ العقد اسمه اكسبيريشن ديت، وسعر تنفيذ العقد اللي كان في التمرين اللي انا الفته لك ده ال $100 اسمه الاكسرسايز برايس او السترايك برايس، وبيرمزوا له بالرمز اكس. فاضل حاجة واحدة بس. إيه؟ هو اشترى العقد منه بكام؟ اشترى العقد منه بنسبة بتدفع عن كل شير. سعر شراء العقد لكل شير أو لكل ستوك اسمه بريميوم، وبيرمزوا له بالرمز سي. تعالوا نتفق نتفق نتفق
ان كان في بريميوم 2 دولار. يبقى عماد هيدفع لطلال 2 دولار عن كل ستوك موجودين في العقد، وياخد العقد يحطه عنده في بيته او في مكتبه او في خزنته. يبقى البريميوم اسمه سي. شكرا. والاكس ده الاكسرسايز برايس. خلاص، شكرا لحضرتك، يا رب ما تكون فلت مني. احنا في الكول اوبشن، في الكول اوبشن الباير هو الهولدر، هو عماد اللي كان اكسبكتنج ان السعر يزيد. في الكول اوبشن الرايتر هو السيلر، هو طلال اللي كان اكسبكتنج ان السعر يقل. وعرفنا ان عماد الهولدر او الباير اشترى العقد من الراجل ده ببرسنتج لكل ايه يا باشا؟ لكل ايه؟ تمام؟ لكل شير سمينا البريميوم. تعالوا بقى نشوف السيناريوهات المتوقعة. السعر على مين يفرح؟ قول لي انت بقى، الباير او الهولدر اللي كان اكسبكتنج انه يفرح، اللي بنى كل احلامه على انه هيفرح. السعر بقى كام؟ مثلا 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 120 دولار. السعر ده يوم الاكسبيريشن داي اللي هننفذ عنده اسمه الاس تي او السترايك برايس. تمام، اسمه الاس تي، ده سعر السوق. ايه بقى اللي هيحصل؟ تعال نشوف يا ابني. عماد اللي هو الهولدر، وطلال اللي هو الرايتر. انا اسف لو خطي وحش، بس انا بكتب بقلم في المخ. انا طبعا مفيش حد في خطه احسن مني في الدنيا، الحمد لله رب العالمين. اللي كان بيشوفوا ورقي عارفين انا خطي كويس جدا، بس انا عشان بكتب بقلم فلوماستر فعشان الخط يبان. الحمد لله احنا معانا وقت نخلص احنا عايزين. اوكي، الهولدر، الهولدر ده هيكسب كام؟ اس تي ماينس، دي بقى اسمها الهولدر ايكويشن، دي حفظ. انا كل اللي فات ده بحكي معاك بالبلدي عشان توصلك الفكرة، وقلت لك اكتب تاني، راجع الفيديو تاني واكتب ورايا. ده سعر تنفيذ العقد اللي هو 120 برشير، ماينس الاكس اللي هو كان كام، اللي هو يوم ما اتفقوا. جميل، اللي هو كان كام يعني يا سير؟ كان 100. ده بيساوي كام؟ بيساوي ال 20. ده اسمه العائد من عملية الكول اوبشن او البي اوف. شكرا. هو كده بس اللي كسبه؟ لا استنى، انت تعبيط ولا ايه؟ ده الراجل ده كان دافع بريميوم ب 2 دولار. يعني هوكا، مش انا خدت العقد من طلال ب 2، مش عماد خد العقد من طلال ب 2 دولار لكل شير؟ اه، الشير الواحد بقى لكل ستاك، ستاك يا شير يا اولاد، لكل ستاك. اه، الشير الستاك الواحد بقى 120. جميل قوي، وانا هاخده من طلال ب 100. احنا مش كتبنا العقد على كده؟ انا هاخد من طلال ب 100، هو الاكسرسايز برايس. يبقى انا كسبان في الشير 20 دولار. يا ابني استنى، ما انت دافع بريميوم 2 دولار، لما خصمتهم طلعت 18 دولار. ده النت بروفيت. يبقى النت بروفيت بتاع العقد بالنسبه للهولدر نت بروفيت بيتحسب ازاي؟ بالايكويشن بتاعت الهولدر اللي حضرتك هتحفظها، اللي هي اس تي ماينس اكس. تمام،
ماينس السي. شكرا. تعالى باشا بقى ايه ده في الكول اوبشن. تعالى بالنسبه للرايتر اللي هو طلال. طلال السعر اللي هي اللي هو هيبيع بيه لعماد 100 اللي هو الاكس ماينس. هيروح يشتري الاستاكس هو من السوق ب 120 اللي هو ده اسمه ايه يا فندم؟ اسمه اس تي. ايه ده انا انت عكست؟ اه عكست. كان هنا اس تي ماينس اكس بقت هنا اكس ماينس اس تي. يبقى الراجل ده هيخسر في كل شير. مش هيشتري ب 120 ويبيع ب 100؟ اه ايوه مستر. بس في حاجه انت ناسيها، ان الراجل ده مش هيخسر ال 20 كلهم، ده الراجل ده كان واخد بريميوم. يبقى انا هنا واخد بريميوم، يبقى البريميوم تتجمع تبقى كام؟ البريميوم ب 2 جمع 2 يبقى نيجاتيف 18 نت لوس. ودي الايكويشن بتاعت الرايتر اللي حضرتك هتحفظها اللي هتبقى اكس ماينس اس تي بلس اس سي. شكرا. تسالك الدكتوره ايه البروفيت بتاع الرايتر؟ لا ده لوس نيجاتيف 18. ايه النت مش عارف ايه؟ شكرا. دي الكيس الاولانيه اللي احنا شفناها. تعال نشوف الكيس الثانيه. ايه الكيس الثانيه؟ ده كده عملنا البيست كيس سيناريو. الكيس التانية ان السعر لم يتغير. يعني كان كام؟ فضل 100. لم يتغير. اه تعال نروح للهولدر. الايكويشن بتاعت الهولدر كانت كام يا اولاد؟ اس تي ماينس اكس ماينس سي. اس تي 100 ماينس اكس 100. جميل كده هو زيرو. لا ماينس سي. يبقى هو خسران كام يا فندم هنا؟ خسران هنا اللي هي كانت 2 نيجاتيف 2. شكرا لحضرتك. جميل قوي. انت هنا كده انفذ ولا ما انفذش؟ براحته. يعني ايه براحته؟ تمام. يعني ايه براحته؟ يعني هو عايز ينفذ ينفذ، مش عايز ينفذ ما ينفذش. اشمعنى؟ هنا خسارة ينفع يتحملها. عايز ينفذ ينفذ ما ينفذش خلاص. ده مين ده؟ ده الهولدر. اشمعنى؟ أصل في مشكلة كبيرة جدا أنت مش واخد بالك منها. إن الهولدر ده معاه الكونتراكت. فممكن ومش ماضي عليه. والرايتر الكونتراكت ماضي عليه. يبقى مين حقه ينفذ ومين مش حقه ينفذ؟ لا ده الرايتر بس هو اللي من حقه ينفذ. تمام. ده الرايتر بس هو اللي من حقه. ده انا اسف، ده الهولدر بس اللي من حقه ينفذ او ما ينفذش. فممكن الهولدر يقول لك اوك هيخسر 2 جنيه، او الهولدر يقول لك لا شكرا مش هنفذ انا قطعت العقد. طب هنا الايكويشن بتاعته ايه؟ شوف ده كسبان ولا خسران. يقول لك هنا 100 ده الاكس. دي كانت الايكويشن يا اولاد بتاعت الهولدر هي بتاعت الرايتر. الايكويشن بتاعت الرايتر يا اولاد كانت كام؟ كانت اكس ماينس اس تي بلس سي ماينس 100 بلس 2 هتساوي 2. لا ده كسبان، ده نفسه العقد يكمل. خلصنا. تعالى باشا نشوف كيس ثالثه. لو قال لك السعر بقى مثلا 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 101. أنا بدردش معاك، أنت قول لي بقى هولدر. ها 101 ماينس 100 ماينس 2 بقت نيجاتيف 1. برضه براحتك طالما خسران، راجل براحتك.
بس دي خساره مقدور عليها عشان الكيس الجاي هتشوف الكارثه اللي هتحصل. طب وهنا هيبقى 100 ماينس 101 بلس 1 انا اسف بلس 2 هتطلع 1. طب السعر بقى 80 مثلا، قول لي هنا يبقى 80 ماينس 100 ماينس 2. لا يا باشا هنا كده ايه مش لاعب، لان دي خسارة كبيرة جدا، هقطع الكونتراكت ومش هكمل في حاجة بقى. طب وده ماليش دعوة يولع، انا اللي معايا كونتراكت، انا اللي بنفذ او منفذش وانا معليش اي التزام. في حاجة بقى كبيرة قوي لازم تكون تعرفها، امتى العقد بيتنفذ للهولدر؟ لو كان الاس تي اكبر من الاكس، او اس تي ماينس اكس جريتر ذان اور ايكوال زيرو ماينس اس اي. امتى العقد يتنفذ؟ هنا. وده خلي بالك دي بتيجي كتير قوي في سترو فولس، لازم يحصل مع الراجل الهولدر. جميل، ده لازم يحضر مع ال... وامتى العقد يتنفذ؟ يبقى الرايتر عارف ان العقد هيتنفذ لو الاكس ماينس الاس تي للزان الزيرو، او الاكس للزان انا اسف جريت هنا الاكس للزان، ايوه للزان صح الاس تي، ده كده مش هيتنفذ العقد. الهولدر هو اللي بيتحكم في كل حاجه، واحفظ الكلمة دي، العقد هيتنفذ بس لو الاس تي اكبر من الاكس. 80 ماينس 80 ده اس تي، ده سعر الماركت دلوقتي، ماينس 100 الناتج ده ما يمشيش طبعا، في ماينس سي، يبقى ده العقد كده وانت بعينك 130 ينفذ. خلصنا؟ خلصنا، مالكش دعوه بقى في حته التنفيذ ومش تنفيذ في الجزء بتاع الرايتر. تمام، في حاجه بتتطلب بقى، بيقول لك ايه؟ تعالى باشا ايه هنا، لو الاس تي اكبر من الاكس هيتنفذ، وبيتسمى الكونتراكت 33. حاضر يا استاذ محمد، ان زمن. طيب يا اولاد، هي فاضل 5 دقايق كمان شرح في الحته دي ونحل التمرين، انا هسكت بس عشان الفيديو هيفصل.